عليكم، مرحبا بكم اخواني اخواتي. يلا ديروا معنا واحد الدويره اليوم في الجبل، نبدلوا شويه الجو ونخرجوا من الدار شويه ونطلعوا شويه للطبيعه. هذه هي الفرصه باش نتمتعوا بها، ما كاين لا برد ولا شتاء ولا ريح، الجو غزال والمناظر خلابه. خليكم معايا في الفيديو نتمتعوا شويه بالمناظر. كما كتشوفوا هذه واحد لا زون ريكرياتيف، فاش كنوصلوا فين كنباركيو الطوموبيل. دابا مازالين شادين هذيك الجهه اللي من الفوق لهنا الفوق، كاينين الطباليد الخشب والكراسي ديال الخشب، ولكن مازالين مخليينها مسدوده، ما يمكنلكش تمشي تاكل تما، كياكلوا الناس في الطبيعه. هاد البلاصة اللي مشينا لها سميتها البينو كاناريو الرئيسيس، الجزر الجذور. بينو كاناريو المعنى ديالو بالعربية هو الصنوبر، شجر الصنوبر، أشجار عملاقة ما تصوروش الطول ديالها شحال، غزالة، غير غابة غير ديال الصنوبر. طبيعة غزالة كما كتشوفوا هنايا، فاش الواحد كيمشي يمشي يدير سونديريزم ولا يتمشى في الغابة، خصك تمشي مجهز شيئا ما. يعني مثلا هاد العصير اللي كنوريكم هو خاص للمشي في الغابة، خصك تمشي بالصباط الخاص بالماشي والموتشيلة ديالك، يعني كتحمي راسك. طبيعة غزالة والهواء كنحسو به نقي، تبارك الله، ما احلى الطبيعه وما احلى الباديه. اليوم الحد الناس كدير لا مارش بزاف، ها نتوما راه واحد الجروب اون فامي خارجين يتمشاو. كاين واحد بيكابينو لهيها شفناه مباشره وراني كنسجلو، ما كيبالكمش حيت عنده اللون. غنشوف اللون ايس مع دابا الطوموبيل غادي. هاو كتشوفو، هاو كاو 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 طالع في الشجر، هاو مع ما كاينش الصداع. بين قوسين، فاش كتكونو كديرو هنا سانديريزم كيتمشى الواحد في الغابة، كتلقاو هنايا لي سينيال هنايا، ها نتوما، يعني راك غادي في الطريق الصحيح. دائما هادو كيعلنوا انهم غادي في السينيال، ولكن مثلا الا خديتي شي طريق اخرى بحال مثلا انا بغيت ناخذ من هنا، كتلقى هنا كروس، يعني ما تمشيش من داك الطريق لانه ماشي داخل في السونديريزم وتقدر تتلف. وما احلى لوكال هنايا غزال. وحنا غادي نمشيو من هنا نكملوا الطريق ديالنا. هذه كفكره، واحد يبدا يخرج فاش يتحل الحظر، حنا تحلنا الحظر، فاش يخرج يمشي للجبل، ماشي غير البحر، يمشي للجبل، يمشي للطبيعه، يمشي للوادي، يمشي للغابه مع وليداتو. لان شحال ديال الوقت وحنا محبوسين غير بين ربعه الحيوط والبحر. راه هو البنات لتحت، غزال غزال هاد الجو غزال. صافي هنا وصلنا للراس ديال السيركويتو اللي خدينا حنا، يمكن لك تمشي من ديك الطريق ان اوتر سيركويتو، ومن هنايا اللي عنده لي زانيمو بحال الشوفال ولا لابيسي يمشي من لهيه. صافي حنا غادي نرجعوا على نفس الطريق ديالنا باش نكملوا 2 كيلومتر، 2.5 كيلومتر ونص، 2 كيلومتر، يعني 5 كيلومتر، ولكن غاديين بشويه علينا، يعني ما زربانينش. غزاله الطبيعه والهواء بارد غزاله.
صافي غادي نهزو دابا الفويطات ديالنا واللي جبنا ملي ناكلو ونمشيو نفتشو على بلاصه نرتاحو فيها وناكلو. ها نتوما نشوف شحال درنا. نشوف يدي درنا 3 كيلومتر 87 وما كملناش حيت البنيته عيات عيات بالمشي وما كملناش السيركويت اللي خدينا. صافي غنجلسو هنا في الظليله هما بداو كيحطوا الكريسات.